ما بنقدر يعني مواصلات ما معنا لعزاز يعني في 20 كيلو متر، وفي هون يعني كمان جميع المرضى كلهم كذلك الامر مثلي. الحمد لله هون يعني متابعين المعالجه والله يعطيهم العافيه مع بقصروا. تقريبا يوميا حوالي 20 جلسه علاج فيزيائي بين ذكور واناث واطفال، تقريبا اطفال حوالي 10 و12 جلسه يوميا. أنا عندي طفلة مع مرض ضمور دماغي وبعالجة لهون، بجي على المركز، بجي والله كل نهار تحت الشوب يعني من المخيم لهون، الحمد لله هون يعني متابعين المعالجة والله يعطيهم العافية مع بقصروا، ونطلب معدات لهون أكثر يعني للمركز وهيك والله يعني. وأنا إنه طفلة كتير بتعب يعني معه، بريد يعني إنه كتير يعني إنه هيك حدا يدعمنا أكثر وأكثر بعلاجة بشي يعني بالمركز، والله يعطيهم العافية ما بقصروا والله. أنا مصاب ركبت إجري من حرب قديما، هون يعني مجانا لجميع المرضى. أنا بثلاث جلسات يوم، هي ثلاث جلسات في الأسبوع هون، ما بنقدر يعني مواصلات ما معنا لعزاز يعني في 20 كيلو متر، وفي هون يعني كمان جميع المرضى كلهم كذلك الامر مثلي. طبعا هو في منطقه اعزاز قريه شمارين منطقه المخيمات، قريب المخيمات تقريبا عندنا شيء 10 مخيمات من الحرمين النور القطر الريان الى اخره، قريب على العوائل الفقيره التي بحاجه للعلاج الفيزيائي، فأشياء هذا المركز مجاني قريب عليهم قريب على المخيمات. طبعا احنا نذكر لمحه بسيطه انه اليوم ثمن جلسه العلاج الفيزيائي الوحده تقريبا 5 دولارات و8 دولارات، بينما نحن نقدمها بشكل مجاني يعني حوالي تقريبا يوميا حوالي 20 جلسه علاج فيزيائي بين ذكور واناث واطفال، تقريبا اطفال حوالي 10 و12 جلسه يوميا، يعني بتقدير شهريا حوالي 700 800 جلسه شهريا. طبعا المركز يعاني اهم شيء من الدعم، من نقص الدعم بشقيه المادي واللوجستي. نعني المادي يعني رواتب للشباب ومصاريف تشغيليه، واللوجستي من كراسي ووكرات ومشدات واربطه والى اخره. فندعو الجهات المختصه انه يكون يد فاعله بابقاء هذا المركز مفتوحا امام المرضى، وجزاهم كل الله خير.